مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش بقى قبل ما نبتدي اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده بقى جايه لكم بوصفه جديده، فيديو جميل جدا. شايفين دي بطاطس؟ بصوا شكلها والصوص اللي فيها. هعمل لكم النهارده وصفه بطريقه مختلفه جدا وطريقه سهله واقتصاديه. يلا نبتدي مع بعض ونشوف هنعمل ايه بالظبط. بصوا شكلها جميل والجبنة اللي عليها. يلا نقول مكوناتنا. معانا بقى بطاطس، زي ما انتوا شايفين كده ممكن تعملوها بثلاث حبات بطاطس كبار او بطاطس صغيره. فانا عندي بطاطس صغيره ومعايا كمان بصل، بصلتين او بصله كبيره، ومعايا هنا التوابل. معانا هنا توابل فراخ وملح وفلفل وزعتر، ومعانا كمان كمون على الكزبره. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنبتدي بقى اقطع البطاطس دي مكعبات. كل ما تبقى المكعبات صغيرة كل ما هتستوي بسرعة وهتبقى الأكل أسرع. هقطعها بقى كده بالمنظر ده، مكعبات صغيرة خالص عشان تستوي معانا بسرعة. دي أكلة سهلة جدا وسريعة ومش هتاخد مننا أي وقت. ساعات كده بالليل بنقوم جعانين مثلا، مش لاقيين حاجة نعملها، فدي أكلة مش هتحتاج مننا وقت أصلا. أنا بقى هكمل لكم بقية الكمية وهرجع لكم تاني. كده قطعتهم اهو مكعبات صغيرة. بصوا بالمنظر ده. هقطع بقى البصل برضو مكعبات اصغر من المكعبات البطاطس اللي انا قطعتها. اهي بعد ما قطعتها بقت بالمنظر ده. هبتدي بقى اجيب حلة او طاسة اللي عندكم اي حاجة، واحطها على النار واحط فيها شوية زيت وحتة سمنة، او ممكن مكعب زبده، بس انا ما كانش عندي زبده الصراحه فحطيت حته السمنه. وحته السمنه اهي زي ما قلت لكم. واول بقى ما تسخن جامد السمنه والزيت هبتدي بقى انزل بالبصل. وبقى هقلبه كويس قوي في السمنه والزيت، وهسيبه بقى على النار لغاية ما يبتدي كده يدبل معايا ويستوي. هسيبه بقى كده شوية على النار وهو كده اول وكده خلاص. البصل اهي بعد ما دبلت معايا واستوت هبتدي بقى انزل عليها بمكعبات البطاطس وهقلبهم كلهم مع بعض. طبعا ممكن تحطوا فص ثوم كمان بس الصراحة انا نسيت. وهقلب البطاطس كده كويس مع البصل. طبعا هجيب بقى التوابل اللي انا محضراها، هنزل بقى بالتوابل دلوقتي. الكمون وتوابل فراخ زي ما قلت لكم، وفلفل وملح، وهحط كمان معايا. بصوا بقى منظرها عامل ازاي من التوابل بتاعتي. ممكن تحطوا بابريكا كمان، ممكن تحطوا روزماري. انا هحط شطة حمراء، عايزاها كده فيها سنة حرقية كده تخلي طعمها حلو قوي. وكمان بقى هحط معاكم ايه دلوقتي؟ مرق الدجاج. المرقه دي بقى ممكن يا بودره يا اما لو عندكم مكعبات مرقه. فانا طبعا كان عندي مكعبات يعني، فهفركها كده واحطها على البطاطس، هتبقى طعمها حلو قوي، هتغير طعمها وتخلي طعمها جميل جدا. ممكن بقى تجيبوا مرقه لحمه زي ما تحبوا يعني. مرقه الفراخ اهي هقلبها بقى كويس قوي. بصوا الصوص ده بقى في الاخر هيبقى صوص طعمه جميل جدا يعني، هتشوفوه دلوقتي اما اخلصها. معايا كمان معلقه بقدونس كده او عودين بقدونس كده مخرطاهم.
صغير جدا. بصوا هتدي كمان البطاطس طعم وهتدي لها نكهة حلوة قوي. هبتدي بقى اقلب البقدونس كده مع البطاطس دي وهعمل ايه بقى، هجيب بقى كده دلوقتي كوباية مية وهحطها بقى عليها وهقلبها وهبتدي بقى اغطي عليها واسيبها تستوي براحتها، طبعا تكون على حرارة متوسطة ما تبقاش حرارة عالية قوي. وكل بقى لو عايزة مية تاني ادي احط لها مية، مفيش اي مشكلة لغاية ما تستوي معايا. وهسيبها بقى كده تستوي بقى براحتها، واول بقى ما تخرج هي كده خلاص. بصوا استوت معايا، بصوا الصوص بتاعها ولا التوابل بقى مخليها ريحه البطاطس حلوه قوي والمرقه. هبتدي اجيب صينيه بقى وادهنها زيت كده وانزل فيها البطاطس بتاعتي دي وافردها في الصينيه كده. انتوا ممكن تحطوها بقى على كده في تحت الفرن وتاخد تحميره كده، بس انا بقى عندي ايه، عندي كده هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه. انا سويت اهو في الصينيه، عندي كده فلفل احمر، ممكن كمان فلفل اخضر مفيش مشكله، انا عندي كده فلفل احمر اخضر بس مش هحط كتير عشان هو حراق يعني. وعندي كمان زيتون، فانا كده بقى رصيت الفلفل اهو. انا طبعا ما رضيتش احط كتير يعني، حطيت كمان زيتون، ممكن لو ما عندكمش عندكم حاجات بسيطه حطوا مفيش اي مشكله. حطيت الزيتون هرصه كده في على البطاطس زي ما انتم شايفين كده بالمنظر بتاعنا، بيبص المنظر الصينيه حلو جدا. وكمان بقى ايه، لقيت عندي كده شويه جبنه موتزاريلا، ممكن جبنه تركي برضو مفيش اي مشكله، قلت بقى ايه احطها كمان على الوش كده. الصراحه طلع طعمها بقى ما اقولكمش، طعمها حكايه، عجبت الاولاد جدا وعجبت جوزي كمان، طلع طعمها تحفه. الصوص اللي فيها والبطاطس طلع طعمها حلو، وممكن بقى تاكلوها بعيش، ممكن تاكلوها. انا بقى كنت عامله ايه بقى النهارده، انا بقى بحب الكشري جدا اللي هو الاصفر ده، عملت كشري بقى وبطاطس دي وسلطه وبيض، وكانت الاكله الصراحه حلوه جدا. البطاطس خلت الاكله تحفه مع الصوص اللي فيها ده كان حكايه. فانا حطيت الجبنه اهو وهدخلها بقى تحت الشوايه واطلعها واوريكم بقى منظرها. بصوا منظرها طلعت تحفه، طلعت طعمها حكايه. جربوها والله هتعجبك جدا، ممكن بالليل كده لو جوعتوا مثلا في نص الليل ولا حاجه وما عندكمش غير الحاجات دي تعملوها كده، اكله سهله وسريعه ومش مكوناتها اقتصاديه جدا، مش مكلفتش ياما. بصوا منظرها حلو، بصوا الجبنه طعمها تحفه فعلا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تشيروا الفيديوهات بتاعتي عشان توصل لأكبر عدد من الناس. يا رب القناة بتاعتي تكون بتعجبكم.